طيب ناخد سيادة السفير أشرف إبراهيم سفير مصر سفيرنا في المغرب. أهلا بيك يا سيادة السفير. أهلا يا كابتن محمد، أهلا بيك. كل سنة وحضرتك طيب ومنور قناة الأهلي. منورك، الله يخليك، منورة بيك. يعني الأول يعني قبل بقى ما أدخل مع حضرتك في التفاصيل وتفاصيل استقبال بعثة الأهلي إزاي والأجواء، قول لي حضرتك تابعت المباراة الأولى بين الأهلي والوداد في مصر؟ الحقيقه انا تابعت المباراه الاولى طبعا، انا كنت موجود في المركز تابعتها، يعني اتفرجت عليها محمد زي زيكم يعني. تمام. يعني انا اسف كان صوت حضرتك راح ثانيه كده مني، انا اسف. يعني حضرتك شفت المباراه بشكل لعيب الكوره ومشجع الكوره، حضرتك كنت شايف نقاط ضعف الوداد، قوه ضعف الاهلي او نقاط ضعف الاهلي، قوه الاهلي قوه الوداد، حضرتك شفت المباراه طلعت منها بنقاط؟ لا هي طبعا يعني طبعا من الواضح كان فريق الوداد عن دفاع قوي، كان معتمد على خطه دفاعيه عشان يطلع باحسن نتيجه، واعتقد ان هو حتى حقق هدف يعني من الناحيه الترتيبيه. الاهلي كان هجومه كبير بس يعني ما قدرش يترجم الكلام بسبب الخطه الدفاعيه اللي حطها الوداد اللي كان بيلعب فيها الوداد. تمام، يعني حضرتك برضو شايف الاجواء المغربيه في الشحن والحشد المعنوي والجماهيري لفريق الوداد شكلها ايه؟ هو طبعا ما ينفعش يعني فريق الوداد بيلعب في عنده امل طبعا يكسب البطوله، يتعادل المباراه الاولانيه، فعمليه التعبئه والحشد يعني عاوزين يطلعوا باحسن نتيجه ويكسبوا الكاس، ففي عمليه طبعا حشد وتحشيد، انما يعني لم تتعدى ان هي مجرد تشجيع. طبعا في اصوات دايما بيبقى في اي حته بيبقى في اصوات بتبقى شاذه شويه، انما بصفه عامه الاجواء وديه. اجواء وديه وطبعا عندهم امل كبير يكسبوا البطوله. تمام. يعني ان شاء الله حضرتك مستعدين لاستقبال بعثه الاهلي، والبرنامج شكله هيبقى ايه يا سياده السفير؟ احنا يعني ابتدينا استعداداتنا الحقيقه لاستقبال بعثه الاهلي ثم ما الاهلي تاهل بعد مباراه النجم الساحلي على طول الاهلي تاهل فيها، بدانا استعداداتنا يعني بدايتها كانت التنسيق مع السفاره المغربيه في القاهره لعمليه تسجيل التاشيرات للبعثه وللجماهير. طبعا عملنا اتصالاتنا مع فريق الوداد والبرتو ومع الاتحاد المغربي لتامين ان كل حاجه يعني الخطوات والترتيبات تبقى ماشيه في اطارها طبيعي وان كل الامور تبقى تمام. وطبعا عملنا اتصالات واخرها كان النهارده مع الامن المغربي عشان تامين فرقه الاهلي وجماهيره والصحفيين بحيث ان الامور كلها تطلع يعني بشكل كويس في الفريق. تمام، يعني في شخصيات مهمه اعلن عنها ان هي هتبقى في مباراه الاهلي والوداد في النهائي ان شاء الله، حضرتك مين من الشخصيات المهمه اللي ممكن تحضر هذا اللقاء؟ هو بالتاكيد طبعا رئيس الاتحاد الافريقي ده يعني هيكون موجود، تم توثيق الدعوه للفيفا والنهارده سمعت ان هو هيكون موجود. في بعض تتردد عن طبعا اكيد هيبقى في وزراء مغاربه موجودين، وفي انباء بتتردد عن ولي العهد قد يحضر المباراه، ولي عهد المغرب قد يحضر المباراه ان شاء الله. قد يحضر المباراه. هي مفيش تاكيد فيها. مفيش تاكيد، هي لسه بتتردد. يعني المفروض الجماهير الاهلاويه يبقى عددها كام يا سياده السفير؟ احنا من الاول كنا بنتكلم في حدود 1000، يعني ده من الجانبين 1000 مغربي رحبوا اتفرجوا على المباراه في القاهره و1000 مصري اتفرجوا، انما اعتقد انه ما فيش التزام قوي بالعدد بالنسبه للجماهير، لو جماهير الاهلي كانت عن العدد ده مش هيكون في مشكله، الاخوه المغاربه متعاونين في هذا الامر. ويعني كان الاتفاق معاهم ان الجماهير المصريه تدخل في الباسبورات يعني عشان نتفادى قصه التذاكر وتعقيداتها. فالجمهور المصري يخش بالباسبورات مخصص مدرج ليهم، طبعا هيبقى فيه حمايه امنيه ليهم، الامور كلها يعني مترتبه ان شاء الله. طيب حضرتك بقى نطلع من الجو الرسمي نتكلم بقى، حضرتك المشجع المصري متفائل؟ أنا كمشجع مصري متفائل، وكمشجع يعني أي الأهلي دايما كان على قد المسؤولية في كتير يعني في ماتشات كتير بره كسبها وكسب بطولات وهو بيلعب بره تحت ضغط، فلا عندنا كلنا أمل يعني إن شاء الله يعني
انا بقالي اسبوع في المغرب يعني متفائل، وان شاء الله يعني تبقى بدايه مهمتي في المغرب الاحتفال بالاهلي بالبطوله الافريقيه يا رب بيهم ومعاهم ان شاء الله. يا رب يا سياده السفير. شايف ان حسين عموته المدير الفني لفريق الوداد لما خد الفرقه عشان يتمرن بره اجواء جماهيري، ده قرار صائب ولا كان المفروض يستنى الجماهير تشحن هذا الفريق؟ لا اعتقد انه قرار صائب، انت عارف ان لما بتيجي تلعب بطوله وكل الشحن المعنوي والضغط ده يعني اكيد انه بيبقى احسن انك تطلع باللعيبه في الدوري ده، لان عمليه الشحن طبعا قد تؤثر نفسيا على اللعيبه. وعشان كده اعتقد هو فكر في دي، وعشان كده بعد بيكم عن الضغط والشحن الجماهيري. يا رب ان شاء الله يا سياده السفير نكلمك بعد المباراه تبارك لنا ونبارك لك، يا رب يكون وشك كده ان شاء الله حلو على فريق النادي الاهلي. سياده السفير اشرف ابراهيم سافرنا في المغرب، شكرا جدا لحضرتك. ايه اخويا بنتكلم على مستوى صعب.